السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك ويعافيك. شيخ أنا كنت أدرس في الخارج وبعدين رأيت فيما يرى النائم وكأني يعني أنظر إلى واحد شعر أشقر طويل وأنا تنثر عليه مثل وتقول له التفت علينا التفت علينا، فقلت ما هذا منه هذا؟ فقالت لي هذا عيسى عليه السلام. ولكن ما التفت ما شفنا وجهه، فهذا اللي شفته والله أعلم. متزوج محمد؟ اي نعم. طيب خير إن شاء الله، حياك الله. رؤية الرجل وكأنه في المنام أنه عيسى عليه الصلاة والسلام رجل طويل، جاء وصف عيسى عليه الصلاة والسلام في السنة النبوية أنه رجل يعني ليس بالطويل البائن وشعره أسود عليه الصلاة والسلام، وكأنه يعني مسكوب عليه شيء من الماء وفيه شيء من الجمال. الشاهد أن رؤية اسم عيسى عليه الصلاة والسلام وكأن هذا الرجل عيسى يدل لعل الله يرزقك بولد، قد يكون ولد صالح متخصص في العلم الشرعي متخصص في الطب النبوي. لكن الشعر الأشقر إذا رزقك الله سبحانه وتعالى ولد وتبينت فيه هذه العلامات التي ذكرناها قبل قليل، الحذر عليه من العين الحاسدة، لأن الشعر الأشقر في المنام يفسر بالمرض من ناحية العين والحسد. العلم عند الله. نعم نعم. طيب خير. هذه بنت غير متزوجة رأت في المنام رجل دائما كان يتقدم لها وما الله كتب بينهم نصيب، كأنه يضربها وجرح يدها اليمنى. الضرب في المنام محبة، إلا اللهم إذا سبب جرح أو سبب آلام أو سبب صياح أو صراخ فيفسر بالمشكلة. طبعا هذه المشكلة بينه وبين أحد من الرجال في العائلة، اليد اليمنى رجال. إيش هذه المشكلة؟ قد تكون المشكلة هي مشكلة عدم موافقة للخطوب في موضوع الخطوبة. والعلم عند الله. نعم.